أهلا بكم. العواصف الشتوية تؤثر على أجزاء من وسط الولايات المتحدة، ما أدى إلى تغطية الطرق والأراضي الزراعية والمركبات بالثلوج الكثيفة. لكن هذه العاصفة هي مجرد بداية لأسبوع مناخي متطرف وخطير في جميع أنحاء البلاد، والذي يمكن أن يعرض جميع مخاطر الطقس تقريبا، بدءا من الأمطار الغزيرة وحتى الرياح القوية والأعاصير والظروف العاصفة الثلجية. هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع أن تؤثر العاصفة الكبرى على الولايات المتحدة من الساحل إلى الساحل حتى الأسبوعين المقبلين. هذه العاصفة من المتوقع أن تجلب مخاطر متعددة، بما في ذلك عاصفة ثلجية شديدة في السهول. وأصدر مركز التنبؤ بالطقس خطراً معتدلاً لهطول أمطار غزيرة يوم الاثنين، وهذا هو ثاني أعلى مستوى من المخاطر. هذه العاصفة ستجلب معها بعض الظواهر المتطرفة التي لها علاقة واضحة بتغير المناخ، منها الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والعواصف الرعدية الشديدة والفيضانات الساحلية، ما سيؤدي إلى إعاقة السفر وتهديد الأرواح والتسبب في أضرار كبيرة. فمن المتوقع أن تجلب العاصفة من الاثنين إلى الأربعاء رياحا تبلغ سرعتها 50 ميلا في الساعة أو أكثر عبر 12 ولاية على الأقل، مع انقطاع التيار الكهربائي. ومن المتوقع أيضا حدوث فيضانات ساحلية كبيرة.